اي واحد عنده بواطه فيتوس اوتوماتيك يحاس بهاد الفيديو علاش انا درت هاد الفيديو. وصراحه ما عندناش مشكل انه تهز الطوموبيله في الديباناج، ولكن يكون ديباناج عصري، ديباناج كي له معايير لي حديثه ما نقولش دوليه. طبيعه الحال انه اي ديباناج خدام في المغرب فهو عنده المعايير ديالو اللي خدام بها، ودي فطاش التحملات اللي كيجاوب عليها. بطبيعه الحال هو مرة خصنا التحديث. الديباناج هذا مزيان، هذا دابا كيف ما بتكون طوموبيله مانويل اوتوماتيك ما تخافش عليها شريكين. وحتى الى شي نهار مثلا جاو يهزوك في لوتوروت ولا شي حاجه، ف المهم في لوتوروت شويه صعيبه صراحه في المغرب، انه يخصو مساحه. لو تشوف هادو خصو مساحه ما عرفتش. والطوموبيل الغريب انها ما غوتاتش، الالارم ديالها ما خدماتش. شوف معايا هذا دابا راه مباركي في بلاصه ما عندوش حق يباركي فيها، راه البلايك شتو يعني دابا هادي مخالفه وجاو هزوها. ولكن هو كنشوفو كيصور بلاكه، دونك محاش مخالفه. هي هو يمكن طاحت ليه الطوموبيل اون بار، هادي بوجو يمكن.